ان شاء الله كل التوفيق من مجلس اداره النادي الاهلي. انا شايف ان خطوات رائعه لمستقبل النادي الاهلي خلال السنين اللي جايه. نخش في يمكن الساعات القليله ولسه ما زلنا في حوار وقضيه خروج كارتيرون من نادي الزمالك بهذا الشكل. عايز اشوف حضرتك او راي حضرتك في الموضوع بدايه من الاتصال اللي تم بكارتيرون الساعه 2 بالليل، او كارتيرون اتصل بالاداره وبيعتذر، مرورا بالاجتماع اللي عمله رئيس نادي الزمالك، نهايه بموقف اللي اعلنه كارتيرون من خلال في الجول، موقع في الجول والفيديو اللي بعته والتصريح اللي طلع بيه. بس انت لما تيجي تاخد الموضوع يعني انه مدرب وسيب فريق في وسط الموسم، دي بتبقى مشكله يعني، بتخش في مساله يعني الامانه يعني، وانه ارتباط وبيحصل ارتباك للفريق، اي فريق يعني ممكن يتعرض لاي موقف ده. لكن هو في موقف يعني مشابه ليه فمع ميتشو لما تعاقد معنا الزمالك، كان متعاقد بمدرب فني اورلاندو بايرس، واعتقد حصل فيه برضه دفع شرط جزائي وقتها، وحصل فيه تراشق في كلام برضه مع اداره النادي ورفضها انها مش هتمشي، لا هيمشي لا هيجي لا هيروح، وفي الاخر جه وتعاقد ولم يكتب له النجاح. غالبا الحاجات اللي بتتم بالطريقه دي لا يكتب لها النجاح الا القليل يعني، اللي يعني عنده توفيق. هو كان عنده توفيق كبير جدا مع نادي الزمالك في الفتره اللي جه، والكره اديته ومعاه مجموعه من اللاعبين بامانه شديده على مستوى جيد، وقدروا يعملوا ووصلوا وعملوا بطولتين في وقت قصير جدا. لكن مساله ان هو يمشي بالطريقه دي، الموضوع فيه كواليس يا كابتن هاني، يعني مش كل حاجه هتظهر ده. يعني تلاحظ انت يعني انه دايما عندك رؤيه ان في حاجه بعيده، في حاجه بعيده، الموضوع مش كده يعني. لو حاولت تقنع الجمهور ان الموضوع كده، لا الجمهور مش مقتنع. يعني مسألة الهدوء مثلا في نادي الزمالك والكلام ده، وتقبل الأمر وإن الراجل يمشي ويمشي عادي جدا، ثم بعد ما يخرج يطلع يقول لك عمل فيديو، وبعد كده عمل تصريح إن أنا، طب ما يعني أنت لو أنت تمتلك الشجاعة كنت قلت إنك أنت يعني حصل لك مضايقات أو بتاع، ومحدش شاف حاجة. لكن هم على ما يبدو الموضوع فيه كواليس ما إحنا ما نعرفهاش، ومش هتظهر النهاردة، مع مرور الأيام هتبدأ تدريجيا زي ما حصل النهاردة. يعني أول ما سافر وصل هناك وبس التيشيرت، هو بس التيشيرت بتاع التعاون، هو يعني عادي يعني، رقم كبير جدا اللي واخده. لا شك طبعا اي مدرب يتمناه، لكن المدرب اللي يعني بيحافظ على اسمه بيبقى عنده خطوات. يعني ممكن كان يستجيب للدعوات والنداءات، وعشان خاطرنا ودينا شهر وما تديناش شهر، طب كمل معانا، طب امشي، طب استنى، طب نقعد، طب نتفاهم. الكلام ده ما يعني ايه، ما يتمش على الهوا يعني، يعني المفروض ما يتمش الكلام ده. المفروض انت شايف كان المفروض حتى لا في مبالغه، لا